الحمد لله درنا ماتش كويرون انا ابليكي لي برينسيپ ديال الكوتش لا بروميير ميتون كان شويه بوسيف مي من بعد سجلنا 4 ديال البيوت ودرنا بون ماتش والحمد لله مزيان على لا كونفيونس باش نتبع لي بلاص افريكان ان شاء الله. دابا سي ان بيريود ان بو سبيسيال درنا دي ماتش نول سي ان بتي بو خسرنا نقاط سي نورمال شويه في المغرب مي دابا ربحنا وخصو نشوف لقدام شي خويا صافي بارتي ديال الكره عرفنا الوداد عرفنا الطريقه ديال الكلب بحال الوداد ما كاين باس كنربح ان شاء الله لقدام وكل شيء غيكون مزيان. صراحه الفوز هذا نهديو الجماهير الوداديه خصوصا يعني كيف ما كتعرف الجماهير يعني كيتقلقوا حتى هما كيبغيو يربحوا وحتى حنا راه كنبغيو نربحوا كنتمنى ان شاء الله باش يزيدوا يساندونا بلا ما يبقاو يعني قبل الماتش يديروا علينا الضغط بزاف في التيران يعني قبل ما نبداو كنتمنى باش يفهموا اللعابه حقاش اللعابه كيديروا اللي عليهم وحتى شي واحد ما كيبغي يخسر يعني حنا كنبغيو نربحوا كنتمنى ان شاء الله باش يساندونا ونزيدوا كاملين لقدام ولما لا الفوز بالالقاب ان شاء الله هذا العام. فريق الوداد البيضاوي كيلعب غير على الالقاب يعني حنا كنفكروا ماتش بماتش غنفكروا ان شاء الله الماتش ديال امام نهضه بركان ونفوزوا وان شاء الله ونقولوا كلمه ديالنا في باقي المباريات ان شاء الله.